وفين شوف عندي له تحدي الناس ديال الكريبتو تداول تريدينغ ستوكس الفوركس كلكم غتهمكم هذا الفيديو هذا مي قبل صوت كوكوت سمحوا لي الدراري يعني ما ندير الحياه الزوجيه هي يعني غتكون جوج حوايج الحاجه الاولى خبرتي علينا امر السيمانه اللي فاتت مولف كتحط دو فيديو سمحوا لي مي كنت مسافر وما قديتش نصور لكم الفيديو الثانيه الحاجه الثانيه مير تشيك كثير تشيك تاعيه تشيك وين المشكل ما تلقاش الوقت تمشي عند الحجه تقول لي كتعيق علينا كيفاش ما كتلقاش الوقت ساعه باش متحسن نقول لكم البلان تعقلوا على في المغرب نهار اول ليله العيد الصغير كيفاش تيكون الحجه ملي تكون مفرقع وحنا هناك في اوروبا دائما كل نهار تكون هكا تلقى الصف شادين عليه الناس دونك كنقول باش تمشي تضيع واحد جوج سوايع ثلاث سوايع انت كتسايد كنعكز عليها مازال وين غنديروا واحد التحدي بيناتنا الا وصلت الفيديو ل 20 كف الفيوز 20 كف في ظرف شهر نقولوا في ظرف شهر وجوج كاد لايكس فري لايكس غنمشي نحسن وغنصوركم في انستغرام طيب باي ذا واي نتبعوا في انستغرام دخلت اول دابا صافي نديروا التحدي الدراري خليوا لي في الكومونتير الراي ديالكم ودابا ندوزوا للموضوع ديالنا اللي تيهم كلشي اللي هو الراي ديال الدين فهادشي اللي كنديروا ديال التداول ديال الكريبتو موني او ديال الاسهم او ديال الفوركس هادشي كامل لان موضوع مهم جدا واللي ما غنطولوش فيه غنعطيكم الراي ديالي وغندوزوا لحاجه اخرى اللي موضوع اهم الو بالنسبه لشحال من واحد يقول بغيت ندخل هادشي وانا ما عارفش زعما الراي ديال الدين فهادشي واش حلال ولا حرام انا غنقول لكم من الاول انا كنعطي غير رايي الشخصي وان هذا الراي يكون يقدر يكون خاطئ اولا غلط يعني يقدر يكون خاطئ اولا صحيح ممكن مي انت اللي عليك خاصك تمشي دير تقلب وتبحث كما تنقول لك انا كنعطي غير الراي ديالي من القناه انت خاصك دير البحث من عندك وتقتنع بداكشي اللي كدير الوغ بالنسبه للتداول اون جينيرال التداول شنو هو كيعني يعني سينونيم ديالو اولا ما عرفتش نقولو سينونيم بالعربيه المهم التداول كتعني هي التجاره كتتاجر في شي حاجه والتجاره ربي وصانا عليها والنبي صلى الله عليه وسلم هو وصانا عليها ملي كتتاجر في شي حاجه يعني تكون ماشي ممنوعه راه حلال عليك ماشي مشكل حنا شنو كنديروا مثلا في الفوركس اولا في ستوكس اولا في الكريبتو كنشريو شي حاجه بثمن رخيص وكنحاولوا نربحوا فيها ونبيعوها بثمن اغلى ممكن نخسروا ممكن نربحوا يعني نعطيكم اكزومبل سامبل بحال شي واحد كيبيع مثلا في الخضره اولا في الديسير اولا في الاراضي اولا في الابارتمون تشريها بواحد الثمن غير مكلف وتحاول يبيعها بواحد الثمن طالع وهادشي اللي كنديروا حنايا في التداول يعني ما كاينش شي حاجه اللي عندها لونسيون ديال الحرام الحاجه الوحيده اللي يختلفوا فيها الناس وتيقول لك لا حقا فيها حرام حرام هي السواب غتكونوا كتسمعوا به دوك سواب فيز سواب هو ملي كتكون واحد لو تيب ديال لا كوميسيون كياخذ البروكر وكتكون هي الافاده ديك الافاده بالعربيه راكم عرفتوها هي ديك لو طو اللي كتخلص عليه مثلا ملي كتلقى شي بوزيشن ديالك محلوله اكثر من 24 ساعه داك الافاده هذيك ولا السواب ممكن يكون بوزيتيف اولا يكون نيجاتيف ايجابي اولا سلبي بزاف الحوايج ما غندخلوش فيهم في الديتاي دابا مي هذاك هو ديك الافاده هي اللي اللي خلات الناس تيتقول واش التريدينغ حلال ولا حرام حنا جبت لكم الحل اللي غتتناو من هذه القضيه كامله غتحيدوا لكم السواب ما غتبقاش عندكم في كاع لي دومين خاصكم تلقاو دي بروكر اللي تيكون فيهم دي كونت اسلاميك حسابات اسلاميه وبيان شرط خاص يكونوا دي بروكر اللي يكونوا ثقه بحال اللي كنبريزونتي لكم دائما انا في هذه القناه اللي تخدم معاهم شخصيا رغم ملي كدير حساب اسلامي كيتحيد لك داك السواب غتقول لي امير لا سيرمون الا حيدوا لك السواب غيزيدوا لك في شي حاجه اخرى الا مشينا بمنطلق اسلامي وديني المهم الا حيدوا لك داروك في شي حاجه اخرى ما بقاتش افاده كتولي كوميسيون ديك الساعات مي انا نثبت لك كاين دي بروكر اللي كيديروا هادشي ولكن كاين دي بروكر خلي غنوريكم انا ما كيديروش هاد القضيه هادي كتبقى ديك الساعات كتعامل غير بالسبريد نورمالمون ان بروكر نورمال تيكون عندك السواب السواب تيكون اما عليك اما ضدك اما عليك اما معاك زعما هو ايجابي سواء سلبي وتيكون عندك السبريد هي الكوميسيون يعني مثلا كتكون حاجه مثلا فاديغ السهم ديال نتفليكس داير 590 انت غتسري ب 591 فهمتيني هذاك واحد دولار هي الفرق اللي كيديو هما ديال الربح ضروري ما يكون ربح الانسان نورمال عاود لان هو تي بريزونطي لك تعطيك السيرفيس ديال كتلقى دوك لي ليست ديال لي زاكسيون ديال فهمتيني السندات ايتترا ولا الفوركس اولا هذا لي دوفيز كتلقاو محطوطين واحد البلاتفورم سهله كتشري وتبيع فيها الكترونيكمون دونك هذا هو الفرق بيناتهم بجوج ملي كدير حساب اسلامي كيبقى عندك غير سبريد وملي كدير حساب عادي كيكون عندك سبريد بلس سواب دونك اليوم غادي نوريكم واحد البروكر اللي فيه حساب اسلامي وموثوق وغنوريكم كيفاش تديروا تقيدوا فيه وتداولوا فيه فيه كاع لي مارشي الفوركس الاسهم اللي كيخدموا بهم في الجروب ديال اي باي ذا واي راكم كتعرفوه الجروب اللي كيعطي توصيات ديال الاسهم جروب واعر بزاف والدراري خاصكم تجربوا هاد لي مارشي
بالنسبه للناس اللي مهتمين بهذا الشيء ديال التداول ما تيفهموش، راه لو جروب اي اي لونسا واحد لا فورماسيون زوينه بزاف بالنسبه للمبتدئين وحتى بالنسبه للناس اللي باغيين يزيدوا يتعلموا دو ا زد، غتعلموا كلشي وسورتو غتعلموا في دي مارشي اللي فيهم الفلوس وما فيهمش لو ريسك بزاف وبثمن فريمون واعر بزاف. غنخلي لكم لي ديتاي ديالهم في لو جروب تيليجرام ديالهم. لا فورماسيون نورمالمون غادي تبدا ان شاء الله نهار 2. شوف غندير لكم فيديو ان شاء الله ماجيه فيها لي مارشي لي ميور مارشي غتخدموا فيهم اللي هما ستوك والكريبتو، وغنهضروا عليهم مزيان. مي هاد الجروب هذا كيعطيكم توصيات ناضيين، الخسائر ما عندهمش كاع دو تو، دخلوا غتشوفوا داكشي بعينيكم. ودايرين قناه غراتويت وقناه بريفي، اللي بغى الفابور كاين فابور، اللي بغى شي حاجه اكثر وبريفي راه كاينه. دونك نخلي لكم اللين ديالكم ديرهم في تيليجرام ودخلوا تشوفوا ديك الساعه. دابا غادي ندوزو نشوفوا البروكر ديالنا اللي هو اف بي ماركت، راه كنا كنخدموا به شحال هذه اللي عقلتو، ودابا غنرجعوا نخدموا فيه لان عطاونا دي سبريد ناقصين بزاف، وفي هذا الحساب الاسلامي اللي كيتحيد منه السواب، دونك مهم بزاف. دابا غادي نمشيو ليكرون وغادي نشوفوا هذا الشيء ايطاب باغ ايطاب، دونك ما تزابيوش خليكم معايا في الفيديو. نبداو معكم من الاول حتى ان شاء الله توليو انديبوندون، باش ما تبقاوش تعتمدوا على دي جروب اللي يبقاو يصيفطوا لكم التوصيات ولا هذا. المهم انت تبدا كتعلم تحلل السوق راسك بوحدتك وتاخذ لي ديسيزيون ديال الشراء او البيع او الخروج او البقاء ديك لا بوزيسيون بوحدتك. ان سي فري كو لو بروميير انفستيسمون خاصكم تفكروا ديروه هو ديروه فراسكم، تعلموا واحد المهنه، تعلموا واحد الحرفه، وممكن ديك الساعه من بعد نتوما توليو كتعلموا الناس، كتبيعوا التوصيات، كتجيريو لي كونت ديال الناس، بزاف ديال الحوايج غادي يجيو، ماشي تبقى غير كتكوبيي بيتمون لي سينيو ديال شي جروب واللي ما كتعرفوش حتى واش جروب مزيان او لا. فكر تعلم راسك وتزيد لي كومبيتونس فراسك. اوكي على بركه الله لنبدا. المهم سمحوا لي على الصداع، كوكوت كدور. الوغ هذا هو لو سيت ديالنا، انا غنخلي لكم اللين ضروري تدخلوا من داك اللين اللي غنخلي لكم باش كونتا تبينيفيسيو من لي ميم سبريت ديالي، وحتى لو وقع لكم شي بروبليم انا كندخل لكم مع ستاف ديالهم. اي حتى لو وقع لكم بروبليم في فيريفيكاسيون ديال لي دوكيومون، في شي ما تدير شي سحب اولا شي ديبوزيت ما داش اولا الفلوس ما وصلولكش ما كيبانولكش، انا كنعرف لي بيزنس مانجر ديالهم تما اي نعاونكم في كل شيء. دونك سي ضروري ما تقيد داك اللين لي كاين في لا بواط دو ديسكريبسيون. دونك لو سيت هو لو بروكر بلوتو هو اف بي ماركت، راكم كتعرفوه ديجا خدمنا به الحمد لله، بروكر ثقه ما عندكمش تخافوا، تي بروبوزي بزاف ديال لي مارشي، هذا هو اللي كيهمنا فيه، و دي سبيد لي فريمون طايحين بزاف لي بارمي لي ميور في لو مارشي. سي لو بروميير بروكر عندهم في استراليا معروف بزاف. الوغ كي بروبوزي الفوركس لي زاكسيون لي زانديس اي الكوموديتيز بحال الجولد الاويل سيلفر اي بزاف ديال الحوايج. دونك كاين اكثر من 10000 سهم، اكثر من 60 كورنسي، 19 الانديس اي لي كوموديتيز. المهم هادشي هذا التقييم ديالو في تراست بايلوت كتعرفوه، عنده 5 نجوم مزيان. دونك انا اصلا كنخدم بهم اون ميم طون، كنحاول نوريكم لو سيت كيفاش داير. دونك هذا هو لو سيت، تدخلوا تقلبوا عليه، تقلبوا مزيان لبغيتو تعرفوا شنو كاين. هادو ليكويديتي بروفايدرز، دونك هادو هما لي بونك كيخدموا معاهم وكيعطيوهم داكشي اللي كنتريديوهم حنايا. كاين باركليز، كاين بي ان بي باريبا، كريدي سويس، جولدمان ساكس، هادو اللي معروفين بزاف كنعرفهم انا بزاف، اش اس بي سي، سوسيتي جينيرال، دونك دي بونك ثقه الحمد لله. الوغ بالنسبه للانواع ديال الديبوزيت والويدروز، ممكن دير في فيزا ماستر كارد، سكري المهم واعر كنخدمو به حنا شخصيا، اولا التيلر كتهنا من ديك القضيه ديال دوتاسيون انترناسيونال، الا كنتي عايش في المغرب ممكن تبقى تسري السولد سكرين وتهنا من هاد القضيه هادي وتبقى الدوتاسيون ديالك خدامه مزيان، اولا كدير فيرمون سيبال لا بانك ديريكتومون. الوغ دابا غندوزو كيفاش دير تحل كونت معاهم. غدير نيشان اوبن لايف اكونت هنايا فوالا، غادي ديك لهاد البلاصه هادي فين غادي تعمر البيرسونال ديتيلز ديالك. اوكي هنا غدير الايميل، هنا فيرست نيم، هنا لاست نيم. اوكي غنعمر معكم هادشي، غنحاول نغطي لك انا شي معلومات شخصيه. الوغ انا غادي ندير اوكي ندير الايميل ديالي، اكونت تايبس غدير انديفيديوال، كونتري غتختار الكونتري ديالك، انا ساكن في فرنسا دونك غادي ندير فرنسا، نتوما غديروا المغرب اولا البلد اللي ساكنين فيه، ضروري البلد اللي كتقيموا فيه. اوكي دونك انا غدير مال ولا فيميل، كنت بنت غدير فيميل، كنت راجل غدير مال. انا غدير نمره التليفون ديالك، انا غدير نمره التليفون ديالك، غدير سيف اند نيكست. اوكي دابا غادي ندخلوا غادي يقول لك دخل لادريس وداكشي كامل. اوكي
دونك هنايا خاصك دير داكشي صحيح. انا غنحاول غير نعمر اسكو ديجا عندي كونت معاهم باش ما كان اوكي نحاول ندير 2000. دير هنايا لادريس ديالك ستريت نمبر ادريس سيتي هنايا البلاد وهنايا سميتو داك الكود بوستال ديالك اوكي. هنايا غدير فاينانشال انفورميشن اوكي غدير غدير ديما هادي قرب من 10000. غدير هنايا مثلا هنايا غادي تقول لك لا سورس ديال الفلوس اللي غادي تحطهم. الا كنتي خدام دير امبلويمنت لا كنتي جامع ولا هذا المهم اللي بغيتي دير ديك الساعات. نديرو مثلا انفستمنت اند سيفينغز غدير سيف اند نيكست. الوغ من بعد ما درتي سيف اند نيكست هنايا غدوز تشوز يور تريدين اكاونت غدير سوا ام تي 4 سوا ام تي 5. انا شخصيا كنخدم ام تي 5 بزاف المهم نتوما اختاروا اللي بغيتو. المهم انا ام تي 5 نتوما اختاروا اللي بغيتو. الفرق بيناتهم سكو ام تي 5 فيه بزاف ديال فيه كلشي تقريبا كاع لي مارشي مجموعين. ام تي 4 ما تيكونش فيه كلشي اوكي. انا كنختار ستاندر اكاونت ديرو ستاندر نتوما يو اس دي على حسب العمله كتخدموا بها دونك يو اس دي ولا اورو اللي كان. انا كندير اورو وهنايا غدير المود باس ديال اوكي. دونك كدير المود باس غدير سيف اند نيكست. حتى راسكم خصكم تستعملوا هاد اللعيبات هادو اوكي ديروهم كاملين تكون ماجيسكول تكون مينيسكول وتكون رقم وشي سامبول مثلا بوان دانتيروغاسيون ولا علامة استفهام. المهم اوكي دو يو هاف اكسبيرينس ان تريدين ندير المهم غنقول انا ندير 1 يير بلس اوكي. ها ندير هاد الجوج هادو اكسبت اند اوبن اكاونت اوكي سي بيان. ويلكم تو اف بي ماركتس يور اكاونت نمبر از ها هو كيعطيك هذا النيميرو دو كونت اللي كيعطيك هنايا. هنايا تيقول لك لوجين تو بورتال اكتيفيت يور اكاونت اوكي. انا هادشي ما تيهمناش هادشي تديرو من بعد نتوما اللي كيهمنا اكثر هو هذا البلان هذا. هنايا بروف اوف ايدنتيتي غدير لهم تصيفط لهم مثلا نمره الفوتوكوبي ديال الباسبور اولا ديال لاكارت ناسيونال اوكي. سكانيوها مزيان الدراري عافاكم تكون باينه مزيان دونك كتسكانيها وتحطها هنايا دي تشوز فايل وتدخلها بروف اوف ادريس. هنا غات سوا مثلا غتمشي للبنك ستيتمنت ديالكم ومثلا في داك داك الغرفه البنكيه اللي كيجيكم من شهر لشهر كتشدو كتليشارجي وكديرو هنايا سوا مثلا شي ورقه فيها الضوء الماء بسميتكم اولا مثلا شهاده السكنه بسميه ديالكم. انا عارف بالنسبه للناس اللي تيكونوا مثلا مازالين عايشين مع والديهم كتكون عندهم شويه قضيه كومبليكي دونك جو بونس هذيك اللعيبه شهاده السكنه كتكون مزيانه اولا تفتحوا كونت بونكير بسميتكم حتى تكون فيه السميه ديالكم مع الادريس. حاول الادريس هاد البروف اوف ادريس تكون فيها مثلا ديك الوثيقه اللي تعطي تكون فيها لا ميم ادريس اللي كنتي قيدتي في الاول فهمتيني ما تكونش ديفيرونت اوكي. دونك سي بون ابري كدير كدير فاليدي وكتصيفط. هنايا الا بغيتي مثلا باش تفون ديال الكونط باش ديبوزي فيه دونك سي سوا هما لي شوا لي عندك نت تيلر فيزا ماستر كارد سوا كتصيفط من فيرمون باغ بانك سكريل اولا بالكريبتو موني لي شوم دايرين بيتكوين ايثيريوم اكس ار بي او تيتر اوكي. صافي هادشي اللي كاين. الوغ دابا يلاه حلينا الكونط. ملي كتسالي وكتحل الكونط اشنو كدير كتمشي لهاد لاباج هادي ولا المهم انا غنخلي لكم هاد لو تروك هذا المهم صوروه ولا شوفوا غديروا باش ترجع الكونت ديالك اسلاميك. كتصيفط هاد واحد الايميل لهاد الايميل هذا onboardingteam@fpmarket.com وغتريكويست لهم تقول لهم مثلا حنا غنديروها الوغ اشنو غادي تقول لهم جود مورنينغ اف بي ماركتس اي وونت بليز تو كونفرت ماي اكاونت تو ان اسلاميك اكاونت ذيس از ماي ايميل ادريس اند ماي اكاونت نمبر. هنايا غدير مثلا الايميل ديالك هكا اروبا شي لعيبه وهنايا غدير ماي اكاونت نمبر غادي تكتب دوك النوامه اللي عطاك اللي شفناها قبيله صافي وهو غادي كونتاكتيك وغادي يحولوا لك الاسلاميك اكاونت وما يبقاش عندك سواب. هادشي اللي كاين دونك فريمون ساهله بزاف. انا وريتكم المشكل زعما البلان كيفاش. الا كان عندكم شي مشكل انا نخلي لكم الكونتاكت ديال السيد اي ادمين كونتاكتيوه تما وهو يعاونكم في تيليجرام يعاونكم الا كان عندكم شي مشكل باش فيريفيو الكونت اولا اي حاجه. دونك هادشي اللي كاين من بعد ما كتكري الكونت ديالك صافي دير لوجين تو بورتال هادي اوكي. هنايا يكون عندك ديتاي ديال الكونت ديالك كامل تريدين هيستوري الهيستوريك ديال التريدينغ ديالك. هنا الا بغيتي تزيد شي كونت غير تزيد بغيتي تزيد شي كونت ديمو تشونجي المود باس ديالك ليفريج بغيتي تولي شي اي بي كدير الافيليات اوكي. هنا الا بغيتي مثلا
تفوندي يعني تدير دير ديبوزيت الفلوس كتجي هنايا كدير سيلكت اكاونت كدير مثلا هذا وكدير مثلا سابميت فوالا ومراه كيعطيك باش ديبوزي كتختار انت ديك الساعات ما دايره فريمون ساهله بزاف كنصحكم ديبوزيو اما بسكريل اولا التيلر اولا هادو حاجه اخرى خصكم تعرفوها الحاجه اللي كديبوزي فيها في الاول هي فين عندك الحق دير بها الغوتري سينو مثلا عندك ديبوزي مثلا فيزا ولا ماستر كارد وتبغي تروتيري بسكريل ما غتخدملكش الا بغيتي تروتيري بسكريل من بعد الارباح ديالك باش ما تدوش من البنكه وداكشي المهم راه كيعرفين اش كنهضر ديبوزي من الاول بيه هو اللي تجري به من بعد فهمتيني ممكن يكون اختلاف في البلدان مثلا انا كنعرف فرنسا ما عنديش الحق ديبوزي بسكريل ولكن في المغرب عندكم الحق نورمالمون ديبوزي وهاد اللعيبات هادو والطريقه ديال السحب حتى هي تقريبا نفس الحاجه نورمالمون هنا تيكون عندك ديبوزيت اولا ترانسفير اولا ويدرو ويدرو هو السحب اوكي نفس الطريقه كدير ويدرو نورمالمون دابا حنا ما عندنا والو سي بوغ سا مايمكنناش نسحبو ميثود اوفيت ها هو كيعطيك الشكل ديال السحب اللي ممكن دير نفس القضيه ومراه تعطيك مثلا الاماونت اللي عندك هنايا عندنا 0 يو اس دي مايمكنناش دابا نسحبو وصافي كدير الاماونت الايميل ديال سكريل وكدير سابميت هادشي اللي كاين دونك سي فريمون سامبل سهله بزاف مثلا غتبغي مراه من بعد الفيديو الماجي ان شاء الله في لاشين ديال التريدينغ غادي نوريكم كيفاش ديروا تانستاليو ام تي 4 اولا ام تي 5 من البروكر نيشان وتفتحوا الحساب ديالكم وتكونيكتيوه مع ام تي 4 طريقه ديال الشرح سهلات بالنسبه للبروكر ديالنا اف بي ماركت دونك كيف ما قلت لكم روكو تخدم به موتو كان عندكم شي مشكل اولا اي حاجه كونتاكتيوني انا غنحل لكم المشكل ان شاء الله كنتوما غتسناو هاد القضيه باش ما تبقاوش تفكر بزاف كتبغي تداول شي كتلقى دوك لي زوبستاكل حقا واش الاسلام واش الدين واش كذا هادشي مزيان اللهم كنتهناو هاد المشكل هذا وكنقصوا علينا دوك لي فريد سواب كنربحوهم مزيانين لينا علاش لا دونك فيها غير لي زافونتاج الحمد لله هادشي اللي كاين ما تنساوش الا عجبتكم لا فيديو تبارطاجيوها وتكومونطيو الا كان عندكم شي اسئله اولا عندكم شي اقتراحات بالنسبه للفيديوهات المجيين هادشي اللي كاين تبعوني في انستغرام ونشوفو في الفيديو المجيين ان شاء الله تشاو.